مشاهدينا نتابع هذه الصور المباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت لتصاعد أعمدة الدخان. إذن هذه صور مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، وهذه الجبهة المشتعلة إذن اليوم بغارات جوية إسرائيلية متواصلة وصلت للمرة الأولى لمنطقة جونيا ذات الأغلبية المسيحية بالشمال، ذلك أدى إلى مقتل شخصين. إذا نتابع هذه الصور المباشرة للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت حيث تتصاعد أعمدة الدخان لما يبدو أنها غارة إسرائيلية جديدة على هذه المنطقة.